نقلت اليوم وسائل الأعلام قرار اتخذته الترويكا في اجتماع صار آخر جمعة اللي فاتت بعزل مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي وتعويضه بالسيد منصف شيخ روحو. الترويكا اتهمت مصطفى كمال النابلي بانحياده عن مهامه المتمثلة في الدفاع عن الاقتصاد التونسي وعدم القيام بأي خطوة لجلب مصالح للبلاد، كما اتفقت أحزاب الترويكا على دعوة المجلس الوطني التأسيسي للانعقاد في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرار الإقالة. هذا وكنا اتصلنا بأعضاء من إدارة البنك المركزي اللي أكدونا أنه إلى حد الساعة هذه ما زال السيد مصطفى كمال النابلي باشر في مهامه، وأنه في انتظار الإعلان الرسمي تبقى الحكاية هذه مجرد إشاعات.